ربما لآخر مرة يتجول مامي هكذا طلقا، لأن نجمه سيسطع ويصبح حبيس شهرته. مامي الذي لم يجلس ولو مرة على مقاعد الكونسيرفاتوار كان متأكدا من النجاح، وعد بالسقف ووصل الى مصاف العالمين. مستقبل قدير سينحوس المستقبل ننجح في الخدمة تاعي في الراي، نتمنى باش الراي يزيد يطور يصل كاع البلافون.